السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من Easy Tunisian Arabic. أنا اسمي صدقي، واليوم احنا في سوسة باش نمشيو نسألوا العباد نشوفوا شنية أكثر لغة تعجبهم. أي برا معنا، Let's go. قداش تحكي من اللغة؟ اني نحكي أفار العربية شوية، فرنسي شوية، انجليزي. ثلاثة لغات حسب قرايتي. شنو ما؟ أكيد لغة تونس، نحكي انجليزي فرنسي وعربي. ثلاثة. شنو ما؟ عربي فرنسي وانجليزي. اوكي، وانتي؟ اني ثلاثة زيدة، فرنسي عربي وانجليزي. نفس كيف كيف معنى؟ شوية اسبانيول. انجليزي، فرنسي، المان، شوية ايطاليا وعربي. شنو اللغات اللي تحكيهم انت؟ فرنسية وتونسي. كيف تحكي انجلي ونحكي فرنسي ونحكي تونسي؟ تونسي. وعربي فصحى؟ عربي فصحى شوية شوية. عربي، فرنسي انجلي شوية شوية. وانتي؟ عربي فرنسي انجلي مش برشا، المو بتتعلم فيه من هنا. وعربي؟ عربي بيان سور، ذاك بياتنا واني. العربي فرنسي انجلي وقاعده نتعلم في الالمان. وانتي؟ انجلي فرنسي وعربي شويه شينوا، ما كمان معناها مازلت مانيش براتيكون برشا. قداش تحكي من اللغه؟ اربع. شنو ما؟ انجلي فرنسي اسبانيول وعربي شويه ايطاليا. واني اكثر لغه تعجبك؟ فرنسي، حتى الانجلي عجبني، اما الفرنسي اقرب، خاطر ما تنساش اللي تونس كانت مستعمره من الفرنسيس، يعني فهمت. تعجبني يعني اللغه الفرنسيه. الانجليزي ده خاطر ديجا الفرنسي صعيب برشا و لاكسون مزيان زيدا كيما ما اللغه الايطاليه رغم نحكي شويه ما تعجبني. وعلاش يعجبك الثاني؟ على خاطر كنت نحب نمشي لايطاليا ونحب نتعلمها وما نسوش نتعلم. حبيت نحكي بها، لقيتها صعيب أو ما تعجبني، يعني نحب كلغة يعني. فرنسية. علاش؟ سافر عندي 52 سنة في فرنسا. فهمتك. معناها تعلمتها كي مشيت فرنسا ولا تعلمتها من قبل ما تمشي؟ لا، تعلمتها قبل ما نمشي. أكثر لغة تعجبني الإنجليزية. علاش؟ هكا معش عارفش كيفاش، تعجبني برشا، أكثر لغة نحس فيها راح مرتاحة معها. انجليزي وحتى لغتنا العربيه يعني. فهمتك. وعلاش يعجبك العربي والانجلي؟ لغتنا على خاطرها محليها، كل شيء محليها. اوكي، والانجلي علاش يعجبك؟ على خاطر لغه عالميه، تنجم معناها تسافر بيه تعمل بيه كل شيء. الحق السنه بالذات تغرمت بالايطاليا، اما ما كان غني شويه نسمع، بديت نتعلم شوي شوي. قاعده تتعلم؟ اي بشوي بشوي، مش برشا. وعلاش تعجبك اللغه الايطاليه؟ والله من دور في التيك توك وفي الانستغرام نلقى كلي برشا تصاور عليها، حتى في التلفزه هكا بارازار عرضتني معناتها فيديو يوثق شنو موجود فيها وكل شيء محليها كبلاد. انا الفرنسي بون، احنا خاطر في تونس نستعمل برشا الفرنسي وزيد من الصغر نتعلمها، دونك نحسها اقرب لقلبي ومرخمه فيها هكا كلاس شويه وكل، دونك الفرنسي. يا جماعة، قبل ما ننسى نحب نفكركم اللي فما توا Easy Arabic Membership، نجموا تتحصلوا على محتوى آخر ينجم يعاونكم برشا باش تحسنوا في التونسي متاعكم، باش تلقاو برشا التمارين وتفسير برشا كلمات صعاب. دونك فاش تستناو امشيوا لليان في الديسكريبسيون. وتوا عبارة نرجعوا نكملوا الحلقة متاعنا. اللي تحب تتعلمها؟ توا موناج، توا نعمل الانجليزيه كو. نتعلم اسبانيول خاطر ديجا الفرنسي نتاعي باهي، و
قريب البعض وفهمت نحسوا كما برشا دي مو بخاش للمو علش هكا لا نعرفش لا خاطر تعجبني ألمانيا تعجبني برشا حاجات ألمانيا ونحب خاطر هي لغة صعيبة برشا ونحب نوصل لها. شنو هي أصعب لغة بالنسبة لك أنت؟ أو إسبانيول لأنمو إسبانيول خاطر ساعات تحس بروحك جاهل كي تقعد مع جروبك جروب جالية من الخارج وش تقعد معاهم متفهم منهم حتى شيء قولي شنو قريت؟ ألمان ألمان خاطر حديني جربت مرة نتعلمها و ما نجمتش. وانتي؟ تعلمت كلمة بارك زيت أبوخ شتابيغن يعني وهذا المعنى بتاعهم نسيته سينية حاولت تتعلمها؟ نو نو معايا أصحابي شكوني تعلمها ساعات يبدأ يحكي بحضية قولي لاني بحق نتاع برشا أصعب من الماء عربي ها؟ متي تحكي عربي؟ أي إما اللغة صعيبة برشا خصوصا قواعد اللغة نتاعها أما صعبة مش بالنسبة لي كنت خاصة بالنسبة لي عبيد بشي تعلم الشيء جدا صعيبة فهمتك وانت شنية صعب لغة بالنسبة لي كنت الفرنسي صعبة برشا الكونجوغيزون أصعب لغة بالنسبة لي هي اليابانية بالنسبة لي اليابانية حاولت تعلمها حاولت تعلمها كنت فيها صعوبة أصعب لغة إيطاليا ليه ممكن عندي يعني اما معلش هي ما فهمش حاجه صعيبه وقت الانسان يحط حاجه في مخه يتعلمها اما بحكم اني معلش شو كان عندي يعني كهو والله اصعب لغه هي السعوديه حاولت اتعلمها حاولت اتعلمها كنت انا فرصه تونس سيدوا واحد وجبت اتعلمها والهولنديه ذلك كيف للماء حسب ما سالت كل شيء للماء وانت قاعدة تتعلم في الألمان اي اما بشوي بشوي كما قلت حسب رايك شنية اسهل طريقة باش تنجم تتعلم لغة جديد اسهل طريقة ولا يسامحني كي تخرج من البلاد هذه توصل للبلاد اللي حاجتك بها تنجم تحفظ اللغة نتاعك بلغاتوارك وهي اللغة شنية ممارسة لها هي سيدي تقعد تفرج على سيدي من الاول السود الخارج ومن بعد ينحيه ويحاول كل مرة كلمة ما يعرفهاش يمشي يفسرها هيك ينجم يتعلم خير اني كنت عندي شويه صعوبيه في الانجلي في كيما نقولوا في الليسي وليت كي بديت نتعلم بشوي بشوي باليوتيوب وبالنكتب سيرتو كي تكتبه تبدا تكتب وتحفظ تبدا تكتب وتحفظ وتسمع تلقى طريقه سهله في النطق وفي الحفظ حسب لك شنو هي اسهل طريقه باش نجم تعلم لغه جديده اسهل طريقه انك توصل تحبها اللغه هيك وتحط في قلبك انك تتعلمها فما برشا امكانيات فما صحون فما شكون ينجم يقرا كتب على لغه هيك يتعلم انك تحكي معناها تحكي وتسمع تريني وحده من الناس نتعلم كي نسمع يعني نظن كي تسمع شكون يحكي به اني مثلا التركي حتى اللغه التركيه تعجبني على الاخر نتفرج على مسلسلات تركيه اما مترجمه بالعربي من كثرت مني نتفرج عليهم وكل شيء وليت نعرف كلمات فمتى وليت نفهمها نظن كيكه يعني بالنسبه لي انيا اسهل طريقه لازم تغرم الساعه يكون عندك الغرام بالحاجه هذيك باللغه بالصفه تسال ما تتفرج على حاجات هكا يخليوك تحبها اكثر بشوي بشوي بتعلم وبعد كده تشوف مع شكون تحكي تشوف لي زي الابليكاسيون لي جروب وكل شيء بشوي بشوي بتعلم اني ننصح لاكثر حاجه سيريت ولا تسمع غناء بالرسمي ذوما معناها طريقه تدخل اللغه في المخ معناها بسهوله على الاخر ونتصور زيدا لي كور لي كور ديتي بكون زيدا يعلموا بالباهي معناها وكل وانتي انك تبدا مغروم بها اول حاجه اللغه تحب تعرف عليها اكثر حاجه تدخل تعمل دي ريغيرش وبيان سور كما قالت هي الغناء تسمع برشا غناء وتتفرج برشا دي سيري اسهل طريقه البراتيك تحكي مع عباد تحكي مع عباد ما اوكي تنجم تعاون روحك بالقرايه مثلا تعملش حتى نصيف ساعه في النهار تقرا لونج جديده ولا تتفرج حتى في حلقه نتاع سيري ولا فاس اما احسن حاجه تنجم تتعلم بها لغه انك تحكيها تبراتيكيها معك جوست تبدا تكلم حتى بالغلط حتى ميسالش ومن بعد بشويه بشويه تبدا تعرف الجرامير وتعرف الكونجيكيزون وتولي تنجم تنظم الفكره معناتها مفيده
عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى. كما شفتوا التوينسة الأكثرية يحكيوا اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وانتم ما تنسوش باش تعملونا تعليق وتكتبونا أنهي أكثر لغة تعجبكم. بسلامة ونشوفكم مرة أخرى. باي باي.